عدنا لكم في حلقة جديدة مع الشيف العماني العالمي عيسى اللمكي وطبخة جديدة إن شاء الله تعجبكم وتابعونا. حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا لهاليوم عوافي على قلوبكم. أم عبد الله، هلا، شلونك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. مشاهدينا حلقتنا لليوم خفيفة وسريعة وبسيطة مثل ما قلنا الحلقات الماضية. أكيد. مرة ثانية طلبوا منها أن يسوي لكم أكلات دسمة ثقيلة، أكلاتنا العمانية الشهية اللي مشتهرين فيها، يا يسوي لها خفايف وبصايد. ما أنا باق أبا أقول لك بابلو، أبا سلقة، هي رايح عني تعال، أبا مكبوس رميان. طلبوا منها هي ست بيت ما شاء الله كذا كذا. من عيوني. نعطي المشاهدين المقادير؟ أكيد. أي. تفضل. مقاديرنا لليوم طبعاً الأكلة هي راح تكون دجاج مع الكوسه الخضراء والصفراء. انزين طبعا راح ندخل فيها ايش؟ الكيوي مع الامبا. طبعا هذا موسمه امبا. اي موسمه. وكيوي ودياي. واي سويت اند ساور يسمونه بامانه. لا, لا 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 ما في سويت اند ساور هني. هني حامض حلو. لا بس انا يلا لمتها وقعدت اشتهيها يعني واستطعمها. هاي اللي اسمها سلطه القيصر اللي فيها المشمش. نعم. وفيها ايش يسمونه الثاني؟ الاناناس. نعم. فما يعني يا طويله العمر جربي هالاكله اوكي وقولي لي بعدين ان شاء الله. طيب نقدر ندخل التفاح، نقدر ندخل البرتقال، نقدر ندخل الطماطم. شوف كل هالاشياء هذه نقدر ندخل الساقو، العدس، كل ما تشتهي، كل ما الرمان من ايدك نجرب. ليش لا؟ نقدر ندخل كل هذه الاشياء. صدقيني طالما النفس طيب الاكل راح يطلع طيب. انت كلك نفس. الله يسلمك. انت اللي كلش ذوق. يلا نتكلم عن المقادير. المقادير عندنا صدور دجاج. اوكي. ايوه. ايش راح نسوي فيها؟ اي خلينا نشوف المقادير ونرجع مشاهدينا. وهم خليني انا اذكر المقادير. اي نعم. عندنا دجاج طبعا، صدور دجاج. عندنا مثل ما قلت عيسى القابضه اللي هي كرات وكرافس وبصل وثوم. أوكي. وعندنا كزبره الجلجلان. الجلجلان. انزين. وعندنا مرق الخضار. زين. عندنا البروكولي. عندنا الهمبا همبا عماني هذا؟ عماني. من عندنا بعد حامض. هنا حامض. يا الله حلقته مع الليمون. الله. والفلفل البودرة الأحمر. وقته طبعا ما ننسى الأعشاب. انزين وعندنا طبعا زيت الزيتون. هني لازم نستخدم زيت الزيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. بتشوي ايش بتسوي؟ راح أشوي. ايش راح أسوي؟ نعم تفضل. عندي هني طبعا صدور الدجاج هذه. خليني أجهز هني طبعا المقلة أساس أنها تكون على نار كم؟ على 9. هني الوسطيه. هني احط لك الزيت. بعدين خليه تحمى اول شيء. زين هذا ضروري اول يحمى وبعدين عشان ما يطبق يعني يلصق. نعم. عندنا طبعا اعشاب زين اللي هي عباره هذه اعشاب مشكله. أوكي. وفيها ثوم. فيها طبعا ملح، شويه ملح. جميل. اي نعم. خلينا نزيد هني على اساس لما نقلبها ننتبه لما نستخدم خاصة هذه أنواع الأعشاب ما نضيف الملح إلا آخر شيء. ننتبه لأن هي مالحة شوي. ما فيها مرورة شيء. لا 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 ما فيها مرورة لأن أعشاب تحسها مرورة في الأكل. لا 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 هاي طبعا إذا أنت ضفتي أعشاب اللي هي طازجة. الأعشاب الطازجة دائما تعطيك شوي مرورة. صدقك والله. صحيح. الزعتة يوم تاكله. صح. زين احنا دائما أنا أسميها أقول سلة الحشايش. زين خذ الورقيات. فتلاقيني شو اسمه احط الزعتر الاخضر، النعناع، البقل، البربير، الفرفينه. اي نعم. الخس، الجرجير، فهي دائما على ماده اليوم بالنسبه للغداء يعني. اي نعم. اعشاب طازجه. اي نعم فيها فائده اكيد يعني. نعم. فاحيانا لما اخذ الزعتر الاخضر او يسمونه الزعتر البري بس مش الناشف الطازج. اي نعم. تلاقيه مروره فيها. صح. بيجي بس شوي بس حلو هو. إينا. يهضم. هو على حسب نفس الشيء التربه. صحيح. على حسب. صح. التربه. انا احيانا اجيب اشتري زيتون الاخضر. ايه. واحط له شويه خل.
الله. وزيت زيتون. نعم. واجيب معاه شو يسمونه ربطه زعتر الاخضر. ايه. احطها معاه تصير كذا شكلها حلو يعني المنظر وصك واخليه اسبوع كذي بالثلاجه. وضيف عليها زياده انا يعني شو اسمه زياده من زيت الزيتون. اي زيت الزيتون. وخليها وتقدرين تستخدمين زيت الزيتون هاي في السلطات. بعد الله بعد يعطي يعني نكهه ثانيه. صحيح. يعني لان في نكهه الزعتر. اي نعم. ولذيذ. احنا الحين ام عبد الله. نعم. تبلنا صدور الدجاج. وازنها وعدلها حلو النجاح يوم نار يوم يتك هديه عيشه هنيه خذ وتبارك من افضلها كل وتهنى بس تهنى خلها عاده وما تبدلها وازنها وعدلها حياتك رحلة اكل صحي لحياة أفضل. في الحر وفي رمضان دايما يقولوا لنا كثروا من السوائل ويا سلام لو الطعم طبيعي بنكهات الفواكه الضيافة طعم الطبيعة المنعش معك في رمضان اليوم كتير سريعة وأهم إشي نلاقي التوازن بين العيلة وحياتنا المهنية ولما يجي الموضوع للعيلة حلو الواحد يحس إنه عنده كتير خيارات ليعمل أطباق مختلفة وجديدة والكل يحبها حلو إنه الطبخ يكون سهل وسريع بس طعمه طيب وبتحضر بسرعة عشان هيك أنا اخترت ديليسيو فيلا شو عم تستنوا زوروا موقع ديليسيو لتتعرفوا معنا على كل إشي جديد وحتى نبدع مع بعض بالمطبخ بالزيت وبالمعطرات هذه نقدر طبعا اللي حابين اضافه شو اسمه الثوم ايه؟ يقدروا يستخدمون الثوم اللي هو طازج نعم هاي في جرين هذه جرين اونيون مع الاعشاب هذه اللي هي جارليك مع الهيربز اوكي انزين اوكي طيب جميل عشان يعرفونها المشاهدين ايه؟ او المشاهدات الحين اذا حبوا الحين انا راح اضيف البصل سميك عيسى بصل لانك تحب البصل بصل كل الانواع الكرات هاي لان كلها مشتقات البصل نعم مشتقات البصل اي نعم عندنا هاي الكرات عيسى عسل الله يسلمك يا رب انت اللي عسل طال عمرك حبيبي عندنا الكرافس سيلري انا احب طازه بالسلطه عصير جارك جربت عجيبة. عصير الكرافس مره جربت عصير التفاح الاخضر نعم ويا خياره ويا هو الكرفس ويا بقدونس ضربتهم نعم وحطيت له ليمون وشربته ينظف المعده تعرفي شو يسمونه هذا العصير هذه على المعده نعم جرين جوس والله جميل لان انت استخدمتي كل الاشياء اللي هي الخضراء اي نعم فجرين طبعا هاي شو اسمه انواع العصاير اللي كذا في منهم يحطون في مقطوع كلامك بالخير لا يسمونه اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه الورقيات السبانخ السبانخ بس احس ما ادري اللي هي السبانخ الصغيره هذا البيبي اي مو الكبير نعم. هذاك نعم. السليق الكبير هو يجي سبانخ ورقه واحده نعم. صح صحيح صحيح
الحين بضيف. انا لا استبعدت السبانخ الحين بضيف طبعا لاني ما اقدر اعطي عيالي شيء فيه نسبه حديد عاليه، بالذات امنه وعبد الله عندي اللي عندهم الله. مرض البقوليات ما يعطوهم نسبه حديد عاليه يعني يبعدوهم عن السبانخ وعن البينتس اللي هو فول السوداني. فول السوداني يعني حتى بعض البقوليات يأثر عليهم دائما، ما ريولنا تعورنا، ما فأعرف إنه ما أكلين شيء غلط اليوم في بقوليات أو في نسبة حديد عالية. حتى البنات اللي يحبون يحنون عيال يعني يحنونهم الصغار ذيلة أمهاتهم ما يدرون إن الحنة فيها نسبة حديد عالية ومضرة جدا على الأطفال اللي عندهم جي 6 بي دي أو مرض البقوليات أو نقص الخميرة مثل ما يسمون. الله يحفظنا ويحفظهم يا رب. آمين. طبعا أنا ضفت الحين بشر. أنا شو اسمه؟ حطينا طبعاً البصل كرات والكرافس الزيت الزيت والبصل زيت زيتون طبعاً الزيت. بصل كرات كرافس شف الزيت الزيتون ما يتأكسد لما تقلي؟ ما يتأكسد ما يبي له وقت وايد يفترض؟ لا يا طولة العمر، هو إيش اللي قاعد يصير الحين؟ يعني احنا ما نبي فوائد زيت الزيتون، احنا نبي نستخدم زيت الزيتون لانه ما في كنكهه بس؟ لا مو كنكهه يعني نكهه، وبالاضافه الى ايش؟ انه ما له اضرار جانبيه. عرفت شلون؟ زيت يقول الزيتون يقول لك يتحول الى ماده سامه ولا معلومه غلط؟ اتحدى اتحدى اتحدى. احنا قاعدين نطبخ، انا صار لي في المجال هذا 22 سنه الحين. نعم الله يزيد ويبارك. امين ان شاء الله بحفظك. قاعد استخدم كل يوم زيت الزيتون ولله الحمد، لا الحمد ما عندنا شو اسمه في يعني شوفي يمكن طريقه طبخهم طريقه غلط. الاستعمال شو اسمه غلط احيانا بتصير، يعني الناس كلها قاعده تسوق سياره. طب يعني بعد الشر عن السامعين والمشاهدين، يعني احيانا في ناس بتسوي حادث معناته الكل يعني السياره هي اللي شو اسمه. نعم اي صحيح صحيح صح؟ لأن أو يمكن يطبخونه يعني يخلونه يقلى وايد يحمسونه فيصير أسود، هنا يقول لك يكون مضر. سوء الاستعمال. يمكن سوء مثل الاستعمال. ما تفضلت مثل ما تفضلت نعم. ويبقى أو الزيت أو اسمه عدم معرفتهم باستخدام الزيت زيتون طريقة صحيحة أحيانا بتصير. أنا يعني رشة أحط على الأكل لما أبي أقلي، لكن أكثر شيء أستخدمه في الحمص. أنت على فكرة السلطات. أم عبد الله على فكرة الطليان يستخدمون كل طبخهم بزيت الزيتون. الله. كل طبخه، ما اشتغلت سنتين وثمان شهور في مطبخ الايطالي في بداياتي. نعم كل طبخنا كان بزيت الزيتون. انت بداياتك تعلمت من هناك؟ انا تعلمت هنا في عمان. في عمان؟ اي نعم في عمان فندق الخليج. طلعتك محليه للعالميه. انا 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 لا انا جيت من امريكا. نعم زين 95. نعم وبديت يعني في عمان ثلاث سنوات طبعا فندق الخليج، وبعدين رحت البستان سنه. نعم. وعقب رحت السعوديه. ما شاء الله السعوديه 10 سنوات بعدين رجعت. والله خبرة من أكثر من بلد. أي نعم لما بس لما كنت في السعودية أنا كنت أسافر كثير، ما كنت أرجع عمان. أيه. لأن أنا كنت شغال فنادق يعني. نعم. عالمية فور سيزن روزوود موفنبيك. نعم. فكنت أسافر كثير يعني الدول هذه العالمية على أساس إنه أكتسب خبرة. استفادوا منك أكيد إنك أنت ابتكرت لهم طبخات معينة مو شرط بس الطبخات المعروفة عملت عالمية. عملت فيوجن أكلات عربية عالمية. جميل. طبعاً هاي شو اسمه مثلاً. أكلات عمانية مثلاً الشوى. الله. الشوى بالنسبة وديت لهم. وديت البحر العماني لحي الشوى. أكيد أكيد. طبعاً هم كانوا عارفين. طبعاً أنا قبل ما أروح لازم أستأذن أتصل فيهم أقول ما أنا جاي الفندق اللي أنا راح أسكن فيه وراح أشتغل معهم. فكانوا كثير يعني يفرحون الشيفية اللي هناك يقولوا لي عيسى يعني وأنت جاي جيب الأشياء البهارات الخليجية الأشياء هذه، فكنت أروح أعمل لهم الشوى أكلات خليجية كانوا كثير انبسطوا. جميل. أي والله كان وناس أيام حلوة جداً رائعة. هم كانوا يستغربون انه في شيف خليجي من عمان. والنعم والله يعني عماني شيف خليجي اكيد اكثر من شيف عماني يعني معروفين. ايه نعم. ايضا يعني ايه نعم. ايه وايضا نفتخر فيك شيف عيسى. الله يسلمك يا رب. الحين نبدا هني. انا اليوم ما ضقت طماط مايه. صحتين وعافيه. احس نفسي فريش زيد عندي الطاقه هاي بدل ما اخذ لي حبه شوكليت حبه طماطه بدل ما تاخذ شيء يعني في سكريات عاليه خذ لك حبه برتقال انا بس هيني اكل خربت الديسبلاي حقي صراحه هني وعافيه ام عبد الله هني وعافيه عافيك ربي شو اجيب لك شو اقرب لك البروكلي 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 بعد شوي الحين اشرح اسوي معاهم ولا اليوم فريش بتحطها لهم هاي اوريدي شو اسمه نص سلقه حلو اي نعم الثوم خلاص حطيت خلصته اي نعم الجلجلان اخر شيء الجلجلان اخر شيء على اساس يظل كديكور وكطعم مثل ما تفضل جميل انا احب في اكلاتي دائما اخلط الشبنت ايوه والجلجلان اللي هو الكزبره والبقدونس
وزائد الفلفل الرومي. نعم. نعم الله عليك. وأدقة مع الثوم. حلو. جربوا هالخلطة. الله. جديد. عيد المقادير مرة ثانية. بقدونس. لو سمحتي. وجلجلان. أيوة. وإيش يسمونه فلفل الأخضر الرومي. أيوة. ما أحب الأصفر ولا أحب الأحمر لأنه يعطي سويت أكثر. صحيح. بس الأخضر يعني. نعم. عشان نكهته حلو مع الطبق. فتلاقي وحب وإذا كان متوفر السلري أو اللي هو يسمونه الكرافس. الكرافس. بعد معاهم. فأدق لغاية ما يتفتح يصير يعني طبعاً معاه ثوم حبة ثوم. نعم. لغاية ما ينهرس. أيوة. وبعدين حطه في الخلطة. واو. أوه. فضيع. أنا الحين بضيف زيادة شو اسمه البهارات هذه الأعشاب. الكوسة الصفراء، الكوسة الخضراء، البصل، الكرس. والكرات. الكرات. أيوة. البصل العادي. الثوم طبعاً ما ننسى الثوم. الثوم. أيوة. أنا لاحظت ما تستخدم كثير الزنجبيل في الطبخ. لا راح نعمل كتر. راح نعمل حلقه اي نعم يعني لو حطيته مثلا في الطبخه راح يغير طعمه ابدا بالعكس راح تضيفين شيء جديد. أوكي. بس انا ما حطيته ليش لان ما جالي جربت يعني انت الحين اعطيتيني معلومه اني اجرب هذا الشيء في هالاكله هاي فليش لا بس لان طالما يسمح ببعض الاكلات هاي اللايت فود لكن في منهم صحيح. تحطه طبعا مع اكله ثانيه اكيد بيخرب بس دائما الزنجبيل ايه؟ يا باودر يا طازه يحبون يستخدمونه احنا دائما حتى مطبخنا العماني يميل نعم. للمطبخ الاسيوي الهندي البودرة شوي ام عبد الله البودرة بشوي بيجي شوي حاد حياتنا اليوم كتير سريعه واهم شيء نلاقي التوازن بين العيله وحياتنا المهنيه ولما يجي الموضوع للعيلة حلو الواحد يحس إنه عنده كتير خيارات ليعمل أطباق مختلفة وجديدة والكل يحبها حلو إنه الطبخ يكون سهل وسريع بس طعمه طيب وبتحضر بسرعة عشان هيك أنا اخترت ديليسيو فيلا شو عم تستنوا؟ زوروا موقع ديليسيو لتتعرفوا معنا على كل إشي جديد وحتى نبدع مع بعض بالمطبخ في الحر وفي رمضان دايماً يقولوا لنا كثروا من السوائل لو الطعم طبيعي بنكهات الفواكه الضيافة طعم الطبيعة المنعش معك في رمضان أحب الشيء الطازة مثل ما أحب الثوم البودر أحب الثوم الفريش نعم 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 وفي حلقة سابقة قلنا فوائد الثوم صحيح بنتي تستخدم حبة ثومة وكاسة زيت زيتون نعم. زيت زيتون مو شرط بس اللي يستخدموه حق المساج أيضا اللي هو للأكل نعم ونعم الله عليك وتستخدم معاه بعد إيش جرجير ربطة جرجير تضربه في خلاطة وتدهن شعرها 4 ساعات قبل لا تغسل شعرها الله فوائد عديمه يعني للشعر يعني لفروه الراس يعني شيء يعني. لمر يمها شيء ما يغمى عليه ما يغمى عليه ابدا بالعكس يروح يجرب لان لان الفوائد احيانا في اشياء ممكن نفسنا احنا بريحتها بس فوائدها كويسه انزين انا الحين ايش راح اسوي قول راح استلف من عندك شويه الطماطم هذا ما كلها بقي لي ان شاء الله بس باخذ انا الطماطم الحمر هذا انزين اوكي ما استأذنت سامحني خذيت من مطبخك موزه
المطبخ كله تحت امرك ام عبد الله، انت امري بس حبيبي أمري. ما يمر عليك عدو. شوف انا اسمح لي يعني هذه السوالف انا ما احبها. ايش هي؟ اذا كان ديكور على عيني وراسي هالاشياء. هذه اشياء حق الاطفال. لا مو مضرة وياكلوها. لها ما مقليه هذه، هذه تكون مفروض تكون يعني شو اسمه مسلوقه. يوم من الايام طبخنا من هذه الورده. اكيد انا هاي التشاكل اذيك انا اليوم. انا بعمل لك شو اسمه بعمل لك حلو منه. يلا صار. طبعا احنا طبعا الكوسه هذه صارت جاهزه. أوه. زين صارت جاهزه. انا راح اضيف لها الحين طبعا الكزبره القلقلان. انزين الحين هاي صارت جاهزه. حطيت المانجا ولا بعده؟ بعده. اوكي انت سالتيني حطيت المانجا ولا بعده؟ بعده. انا ايش قلت لك؟ بعده. بعده. شو بقى تحط بعد؟ اوكي ضيف المانجا. نضيف المانجا نحطه هنا اول شيء. والدجاج بتحطه كذا ولا شرائح ولا في صحن؟ لا تستعجلي يا عبد الله. ادري الاخراج عندك ما عند ابراهيم. يعني عليك كاف اخراج الاكل. هو استاذ ابراهيم مخرج البرنامج. بعد عمري. صح؟ كلكم خير وبركه. ما انا جاي استفيد منكم صراحه. والله احنا اللي قاعدين نستفيد منك ام عبد الله. ترى حبه الحلوه زينه في كل مطعم اسيوي تلاقون الحبه الحلوه. اضطري زينه حق المعده حق الهضم حق القولون. حق منو؟ اول يوم ايش اسمه اولادنا صغار. إيه؟ امي تقول سيري ذقي له شويه مو اسمه حب الحلوه. حب الحلوه وما ينسون يعني ينسون ويتذكرون. المهم يعني اعطيه يشرب ما زين. قالت ترى هاي جريب ووتر منه ماي الغريب. نعم. خلطته هذا فتقول شويه يعني حطي له لا وحطي له شويه عسل ويهدى بطن الياهل. والله سبحان الله أنا. ما شاء الله عليك موسوعه يا جماعه موسوعه ام عبد الله ما شاء الله عليها. والله العظيم تعلمنا من امهاتنا صادقه كل شيء. الحمد عبد الله الله يرحمها ويغفر لها. الحين انا راح اضيف الانبا. زين زين وايش بتحط فوقها؟ بضيف الحين الكيوي. زين واخلط. ها خلص منه. ايش هو الثوم؟ الثوم ايه خلصنا. انزين احنا خلطنا طبعا شو اسمه الانبا مع الكيوي مع الخلطه العجيبه هذه. انزين عندنا طماطم مثل ما انت شايفه، عندنا طماطم اللي هي الحمراء هذه. انا راح اجيب صحن اساعدك. انزين هذه ابتكارك ولا ابتكاري؟ نعم ابتكارك. كل الاطباق اللي في برنامجنا سنويا ام عبد الله كلها من ابتكاري. الله عليك. انا من النوع اللي عندي الحمد لله عندي فوق الألف وحاجه كتاب طبخ بروفيشنال. الله يصلي على محمد. ودائما داخل مع اصحابي وشي وقاعد اشوف ايش الجديد وقاعد اطور. وضروري ضروري ان احنا مجالك لازم. اي نعم لازم لازم. حلو الاشتغال على النفس. الواحد لما يكون متمرس في شيء يعني ما يوقف عند خلاص فتره محدده. نعم. لا يطور طالما في صحه وعافيه وفي فكر صاحي. يعني اقرب شو اسمه الصحن كذي مناسب الصحن هني. اوكي هاي طبعا نحط هاي في النص. انا مسكت الخشب صح ولا لا؟ اقلب ولا لا؟ ايه قلبي. أوكي. اقلبها لانه صار احمر خاف يسود بعدين. بس وايد. أيوة. فات يعني متينا لو عملناها شريحه نص. لا كذي المفروض هذه كستيك. هذه كستيك. نعم. والصوص ماله شنو هو هذا؟ ما فيها صوص هذه. بس كذا. ما في صوص. ايوه. طولة العمر. اذا بغيت صوص نعمل لك صوص الحين. لا عندنا بس مرق الخضار. ايوه. اوكي. شوية اعشاب. ايه. طيب. شوية يعني شو اسمه تفوح شوي. شيء بسيط. مع زيت زيتون. بس. ما راح يغير طعم الاكلة اللي أبداً. انت عاملها. ابدا ابدا. انا اقول لك شغلة عشان الصوص. الله. هاي ترى انا اللي ابتكرتها الحين. ايوه انا اللي قلت له يعني نفسي موجود في الاكل ضروري. بضيف شويه الاعشاب هذه على اساس انه يعني ممكن تبتكر شيء كذي تلقائي وليد اللحظه يعني. يا طويله العمر احنا لما كنا بنعمل مسابقات بندخل مسابقات انا ضفت طبعا اعشاب وضفت مرق الخضار اعشاب وزيت زيتون. طيب لو حطيت شوي ثوم معاه بيخرب الطعم؟ الحين راح يخرب الطعم. يحرم. يعني الزيت الزيت يكون عفوا. الثوم لازم شو اسمه شوي تقلينه شوي على اساس انه يطلع مع الدهن. نعم ريحته شوي ينطبخ. زين هذه يستوي نحطها هني شرايح. والله اي والله اجيب سكين. هاي
أنا قلت إذا ما يستوي يعني ممكن زيديني شوي هذاك. ترى محسوب بالحبة هاي. إيه ترى شيبي هاي بالحبة أنا مو أنا افتكرت ما يستوي. قلت ما يستوي يستوي ذهب هذا ذهب. إذا ما يستويني يستويني. جربوا والله لذيذ. البرتقال الصغار بين السنطرة وبين الليمون ابتكارات. أعتقد هذه أشياء مهجنة شيف. هاي أصلية هاي. الأصلية؟ إيه نعم. هاي من وين يجيبونها؟ هاي بتنزرع موجودة في الخليج بعد في البحرين موجودة. في البيوت المحمية. البيوت المحمية نعم. وازنها وعدلها حلو النجاح يوم نار يوم ياتك هديه عيشه هنيه قد وتبارك من افضلها كل وتهنى بس تهنى خلها عاده وما تبدلها وازنها وعدلها حياتك رح اكل صحي لحياة أفضل. حملة عماني تسعى لتعزيز الثقة لدى المستهلك بشراء المنتج العماني ولها العديد من الأبعاد الاقتصادية. ميزان تجاري موجب. اختيارك للمنتجات الوطنية يعزز من قاعدة الصناعات وزيادة الإنتاج وتوسعة المصانع لترفع حجم الصادرات وتقلل من الواردات. فرص أعمال. كلما زاد الإنتاج الصناعي زاد عدد فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب العماني مما يرفع من دخلهم ويعزز من قدراتهم الشرائية. وظائف. شراؤك للمنتجات الوطنية يعني زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الوظائف بالقطاع الصناعي لتحل محل الوظائف الحكومية وتوجيه الإنفاق الحكومي للتعليم والصحة ومختلف مجالات الحياة. فكر قرر. الصناعة الوطنية تساوي الرفاه الاجتماعي. على فكرة هي حبة الحمراء يوم الأيام بسوي لكم الكستم الحبة الحمراء. نقدر نعطيها شوي الحبة الحلوة. تعطيني شوي الحبة الحلوة. حبة الحلوة. أضيفها شوي. أيوة. هذا ايش ساقو؟ هاي ساقو. الله سوينا يوم الايام حلاوه حلوه ساقو. اكيد اكيد. تعرفي انه في ساقو الوان في الوردي وفي الاخضر وشي مو بس الابيض؟ والله؟ اي والله. لونوها يعني ولا هو مزروع كذي ولا مزروع من النبات ولا ايش؟ هو شي. هاي معجنات تعتبر ساقو؟ هذه تعتبر معجنات نعم. ما شاء الله. بضيف الطماط. او انا افتكرتها من النشويات. وشو؟ هذه؟ افتكرت من مشتقات النشويات الساقو. لا. لا. معلومة جديدة الله وأنا ما كنت أدري عنها يعني وما نقدر. إنزين مثل ما أنتم شايفين مشاهدينا طبعاً ضفنا هي أم عبد الله اللي ابتكرت الصلصة هذه. تدري شلون؟ إيه نعم. أنا طبعاً إيش كنت أبي أسوي؟ كنت بس أبي أزين الطماطم هذه بس أبي أزينها. فهي قالت لي تبي الصلصة فسويت أنا. ضفنا مرق الخضار على الدجاج وشرائح البرتقال. جميل. أوكي والطماط. وشويه الحبه الحلوه على اساس تعطينا نكهه جدا رائعه. الحبه الحلوه افضل ولا الكمون؟ الحبه الحلوه. الحبه الحلوه. لانه ليش؟ لان حطينا شرائحنا شو اسمه البرتقال وشو اسمه معظم هاي ما يصير نضيفها. لا ما يصير نضيفينها. ليش انتم عندكم في الطاجن المغربي يحطون البرقوق؟ البرقوق الناشف يحطونه هذاك مع الطبخ. لا مو طازج مو طازج.
انزين الحين خلونا نغرف مشاهدينا. الله هاي طبخة مشتركة ترى. أكيد. إنزين. أوكي. توا عاد سنقتني متسنقبة يا ذوق. دقيقة بس معلش. كفشة. تفضلي. أنت قول لي أنا بجيب لك. عشان ما يصير طال عمرك. دقيقة بس. أزين الصحن. هذه يعتبر البرنامج ترى دورة مفتوحة. والله مع الشيف عيسى يعني كل اللي يحط ورقة وقلم. أو يسجل فيديو فيديو ما الأول سيدي المهم أو يصور بسناب شات المهم يعني يخزن هالمعلومات عنده سواء امرأة ست بيت بناتنا شبابنا عندنا. في الغربة طلبتنا صحيح. يستفيدون أكلات خفيفة سريعة يعني يقدرون يجهزونها. عندنا البروكولي وهاي شو اسمه شوف الإخراج حالاته هاي صحن يعني هذه الأشياء تتصور معاها ما تأكلها بس الله 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 يجزاكي خير لو سمحتي. بسم الله أتقدمك؟ تفضلي طال عمرك هني وعافية بسم الله الله شلون؟ والله العظيم لذيذة هني وعافية يا رب كأنها سلطة كأنها سلطة يعني هاي تعتبر وجبة اي نعم خاصة الشباب أو البنات اللي يسوون رجيم ما رجيم والسوالف هاي نذكركم بالمقادير مشاهدينا طبعا كان عندنا اليوم شو اسمه حلقه الدجاج مع الكوسه الخضراء والصفراء بصل كرات وكرافس مجموعه عيسى القابضه طبعا وضفنا طبعا اعشاب ثوم طبعا الدجاج تبلناه بالاعشاب وشويه زيت زيتون شوينا الدجاج وضفنا لها مرق الخضار طبعا ام عبد الله هي اللي اخترعت هال شو اسمه الصلصه لانها يابسه احسها بتطبق هني لازم تطريها شويه زين مشاهدينا نتمنى الحلقه تكون عجبتكم استفدتوا منها الحلقه معلومات ام عبد الله الاستاذه فخريه خميس معلومات قيمه يا ريت يعني تستفيدون من حلقاتنا اي نعم تفضلي اختم البرنامج انا ما الا بس عجبتني الطبخه انا شبعتني وكرر لي اياها لذيذه كرروها نشوفكم ان شاء الله بكره تقبل أسرة تحيات أسرة البرنامج في أمان الله حياكم I'm